أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا بكم وحلقة جديدة من برنامجكم عالم مارينا. موضوع حلقتنا النهاردة عن الأكثر أسئلة شائعة عن طب الأسنان. معانا ومعاكم ضيفنا الدكتور محمد حسن، أخصائي طب الفم وجراحة الأسنان. أهلا وسهلا بك. أهلا بكم. عايزين نسأل حضرتك أكتر الأسئلة اللي احنا بنبقى محتاجين نعرف أجوبتها وبنبقى مش عارفين نجيبها منين، فأنت حضرتك النهاردة موجود معانا أكيد طبعا. عشان خاطر ايه تدينا الاجوبه بتاعت الاسئله دي. هل شكل الاسنان ولونها يؤثر على الحاله النفسيه للمريض؟ مؤخرا الموضوع بقى بشكل اكبر شويه، يعني احنا الفتره اللي قبل كده من زمان شويه كان ممكن تلاقي شخصيات عامه وفي الافلام وممثلين وناس بيطلعوا التلفزيون كان في فكره الاسنان ان هي تبقى شكلها مثالي او ليها ترتيب معين او لونها يكون مظبوط او الكلام ده كله، ما كانش الاهتمام كبير قوي بالموضوع ده كله. اما الفتره دي لا، الفتره دي بقى كله بيبحث عن الابتسامه المثاليه، كله بيبحث عن الهوليوود سمايل، وكله بيبقى حابب يوصل اسنانه الافضل. اكيد لو حد اسنانه مش كويسه، وخاصه ان الميديا بتلعب دور كبير دلوقتي، يعني هو بيشوف كل الشخصيات العامه اللي حواليه بتبقى كده، فهو دايما يعني كل المرضى بيسعوا دايما ان هم يوصلوا للابتسامه المثاليه بشكل او باخر. بيأثر جدا طبعا على الحاله النفسيه وخاصه مع البنات، يعني بيجي لنا اوقات كتير بنات وخاصه لو مثلا هتتجوز او في مناسبه قريبه وتبقى عايزه توصل لافضل شكل في اقل وقت ممكن. وحتى الاولاد دلوقتي، يعني حتى الأطفال يعني لو الاولاد والرجال عموما، يعني بقى يعني الابتسامه مش فكره بقى ان هي اسناننا بتأدي وظيفتها وخلاص، لا بقى الحوار ليه علاقه بالثقه وان هو يبقى واثق في نفسه اكتر والكلام ده كله، بيبقى فبيأثر حابب انه طبعا. يضحك اصلا. اكيد في طبعا ناس اكيد بتبقى خافية الضحكة بتاعتها بسبب بيدي سنانها. ثقه، يعني بيدي ثقه في الكلام عموما. بس تمام، عايزة اسناني تكون زي الشخصيات العامة والممثلين زي ما حضرتك لسه بتذكر دلوقتي. زي ما احنا كنا بنقول، احنا عندنا في طب الاسنان دايما كل يوم بيبقى في حاجه جديده، كل يوم بنكتشف حاجه جديده. عندنا حاجه اسمها الدنتال سمايل ديزاين، اللي هو زي ما كنت بقول لك الابتسامه المثاليه، والحوار ملوش علاقه قوي بان هو الاسنان بس، لا ده هي علاقه ما بين 3 حاجات، ما بين الاسنان وما بين اللثه. في ناس بيواجهوا مشاكل زي مثلا الابتسامه اللثويه، لما بيضحك بيبقى في جزء كبير من اللثه، كل الكلام ده بناخده في الناس الاعتبار. اللي هي بتبقى معظم سنانها متاكله مش لسه بس متاكله، هي لا اللي يبقى باينه الابتسامه اللثويه بيبقى عندهم لما بيضحكوا اللسه بيبقى جزء اكتر. من اللثه. الله يفهم، بيبقى جزء اكبر من اللثه. فالمشاكل دي كلها بنبدا نعمل علاقه ما بين الاسنان وما بين اللثه وما بين شفتنا، ونبدا نعمل كده ديزاين معين، والمريض بيشارك في الموضوع ده. يعني المريض يعني عن زمان لا، المريض ممكن يشوف ابتسامته ويعدل فيها، ان بيبقى كل واحد بيبقى ليه احتياجات معينه في الاسنان. يعني ممكن مريض اسنان معينه بالنسبه له بيرفكت، مريض تاني لا بيبقى يحب يعمل تغيرات، وخاصه برضو من اسنان الرجاله واسنان ده الستات وكده. قبل ما يعمل اصلا قبل ما يعمل قبل ما نعمل له اي بيشوف حاجه، الشكل على بيشوف الكمبيوتر على السوفت عنده. وير معين، بنبدا نعمل له شكل الاسنان ويبدا يختار هو حابب تبقى عامله ازاي، وبرده بتبقى متناسبه. الحوار مش بيبقى عشوائي، هو سوفت وير معين وبتبقى متناسبه مع شكل راسه مع شكل جسمه، في تلك الحالات بيبقى هي الحوار بتكون طبعا. لايقة معاه، وهو بيشوفها قبل ما يبدا يركبها. يعني مش بس يعني الهيرد ممكن هو سمايل مش اختار لازم حاجة مش تكون، لايقة معاه، ممكن هو ينفع يختار حاجة مش لايقة لا معاه. في بص في حاجات الاساسيه العلميه بنعملها، يعني في حاجات لازم مثلا ده، يعني عندنا حاجه اسمها خطوط معينه لازم تبقى موجوده في اشكال معينه والكلام ده كله. بس هي الفكره بقى في حاجات بنبقى سايبينها يعني جزء كبير لرغبات المريض، المريض حابب تبقى عامل ازاي، مش كلنا عندنا نفس الاذواق، وهو في الاول وفي الاخر دي ابتسامته. صح، بس انا اقدر اقول له ان ده المفروض يبقى كذا وده المفروض يبقى كذا وده المفروض يبقى كذا، هو بيعمل التغيرات البسيطه بحيث ان هو تاتش يحصل بسيط يعني. ان هو يبقى مرضي في الاخر. وهو الحوار ملوش علاقه برده بفكره بس ان احنا الاسنان او النبيضه، لا في اوقات بنبقى محتاجين يعني تدخلات زي تقويم، في اوقات بنبقى محتاجين جراحات، في اوقات عشان احنا نقدر نوصل اصلا لفكره ان احنا نبتسم ابتسامه طبيعيه. وبعدين يعني عشان كده بقول انا اول خطوه ممكن اي في حد ناس يعملها، بتضحك وتبقى لازم تحط دي على اول بقها. حاجه نغسل اسناننا، يعني اول حاجه زي ما قلنا اخر مره في الحلقه اللي فاتت ان احنا نغسل اسناننا واسناننا تبقى في حالتها كويسه عشان نقدر نطور عليها، ما نبداش الحالات تبقى مدمره، فنقدر نعمل تغيرات عشان نوصل للشكل الطبيعي اللي احنا نقدر نطور عليه. فالحوار بيبقى لطيف جدا، وبيحس بوقت في وقت صغير جدا بيحس بشكل كبير، يعني ابتسامته كلها بيتغير. بتتغير. طبعا طبعا دي ثوره جديده في عالم بيحس الاسنان، بفرق ما بين فرق كبير، كبير. فرق كبير اكيد. طب في تركيبات بتبقى ثابته وفي تركيبات متحركه، اكيد. امتى الجا لده وامتى الجا ده، وليه اصلا بنلجا للتركيب عموما؟ هو احنا مش نلجأ للتركيب اصلا بشكل عام، يعني هو خلاص يعني فكره التركيب دلوقتي بدات استخدامه يقل خالص،
يعني دكتور محمد زكي، احنا في المراكز عندنا اتجهنا دلوقتي لفكره الزراعه، والحوار ده مش جديد بقى له فتره، بس هي الزراعه نفسها بدا يحصل فيها كل يوم بيحصل جديد في طب الاسنان بشكل عام مش في الزراعه بس. فهو فكره التركيبات الثابته والتركيبات المنحركه برضو لازم نشرحها، نبقى عارفين امتى بنلجأ لده وامتى بنلجأ لكده. التركيبات الثابته فكره ان انا بيبقى عندي سنه او سنتين مفقودين، فباخد الدعم بتاعي من السنان الموجوده يمينها وشمالها، تمام. الفكره ان احنا اكتشفنا مع الوقت ان الاسنان اللي احنا واخدينها اللي هي تبقى صحيه دي بتبرد وبتضعف، ومع الوقت ممكن يحصل مشاكل بيبان مع الوقت الاكبر. فهي الفكره كلها ان احنا طب الاسنان دايما بيتجه لفكره ان احنا نبقى اقل عنفا مع الاسنان، وان احنا الحل اللي يبقى مرضي اكتر ونتائجه افضل، والحاجات اللي بيسببها الجانبيه بتبقى ضعيفه جدا وما بيضرش اسنان فبنتجه له. ايه فكره الزراعه؟ الزراعه ده إيه فكره زي مسمار كده بنبدا نزرعه في العظم، العظم بيمسك فيه، تمام، بعدين بنركب له طربوش بيبدا. مؤلم بقى الموضوع ده ولا لا بقى؟ خالص؟ غالبا ممكن يبقى في جلسه او جلستين. وعشان كده بقول لك الزراعه ما بقتش زي زمان، يعني الزراعه بقى فيها انواع كتير جدا على حسب كل حاله، وبرده الدكتور عندنا مختص في المركز هو اللي بيحدد. وممكن يبقى فيه زراعه من اكتر من ضرس في جلسه واحده، يعني ممكن نعمل الزراعات نبداها في جلسه واحده، فالحوار بقى ابسط، الحوار بقى ابسط. فهي الزراعه بلا شك هي افضل حل، تمام. لو في بعدها لو ما فيش الامكانيه في التركيبات الثابته والتركيبات المتحركه، اعتقد دلوقتي بقت من ما بقتش بتستخدم كتير، بقت من الهيستوري، بقت من الماضي شويه، ان هي المريض ما بيقدرش يتاقلم معاها قوي، بيبدا يلبسها وبيخلعها في اخر اليوم اللي هو ينضفها ممكن وكده، يعرف ياكل بيها وكده. بيبقى يعني بيعاني شويه بس يعني مش افضل حاجه، يعني اكيد التركيبات الثابته افضل، واكيد طبعا الزراعه افضل بلا شك. ده بتكون افضل حاجه للشكل افضل حاجه التجميلي. الزراعه اكيد، مش الشكل التجميلي بقى، الوظيفه نفسها والشكل التجميلي اكيد، بس الوظيفه ان هي الاسنان نعرف ناكل عليها. اتفضلي. معلش. في ناس بتبقى ريحه الفم عندها بتبقى كريهه لدرجه ان ممكن يبقى قاعد اصلا بعيد عني وانا شامم ريحه بقه كريهه. ان هو ده غلط بقى في الكورونا يا مارينا، ما عشان نلبس كمامة عشان كده، لو مش عشان العدوى فعشان الريحه اللي مش هتيجي. فعلا في ناس بتبقى صعبه جدا. اكيد طبعا. هي فكره دايما ريحه الفم سببها ايه؟ زي ما شرحت اخر مره فكره اللثه، اصل الريحه مش هتيجي منين؟ الريحه هتيجي من اكل مثلا في مكان معين، في اكل الاكل ده تراكم فتره كبيره، تمام، فتحلل وبقى عليه بكتيريا فاطلع الريحه اللي مش لطيفه دي. يجي منين؟ فاكر اخر مره لما شرحنا الجيوب ويعني ايه جيوب؟ الجيوب دي بقت تحشر فيها اكل بيبدا يتحلل فبيبدا يطلع ريحه مش لطيفه، ده اول سبب. تاني سبب ممكن الاسنان، ممكن الاسنان لما بتبقى مجوفه يبدا برده البكتيريا والكلام ده كله بيبدا يدي ريحه مش لطيفه. ان الانسان يبقى دراي ماوس، اللي هو انك على طول يبقى فيه جفاف، الجفاف برده بيخلي ريحه الفم، هو مش بيشرب ميه كتير مش يعني؟ حاجه. الجفاف. بعض الادويه بتسبب المواضيع دي. احنا بنجي مع خطه العلاج بتاعتنا بنستبعد كل الاسباب اللي هي الاسنان، لو مش سبب ليه علاقه بالاسنان ممكن يبقى ليه علاقه بالمعده، بنحوله بنعمل له ريفير لدكتور مختص. تمام، كويس جدا. طب في مشاكل بتبقى خلع الاسنان في سن مبكر وكيفيه علاجها؟ طيب، خلع الاسنان في سن مبكر، سن مبكر ده اللي هو السن قد ايه؟ يعني هي لو هو صغير. السبب، خلينا في السبب الاول. تمام. هو مثلا لو تعرض لخبطه او الحادثه او حاجه بنشوف الضرر وصل لفين وبنبدا نشوف نقدر نتعامل ازاي، والاسنان اللي احنا هنفقدها والاسنان اللي احنا هنغيرها والكلام ده كله. طيب لو هو بقى نتيجه تسوس او نتيجه الاسنان دي فقدناها بشكل مبكر، هي الفكره كلها في الاسنان اللبنيه، لما بتفقد بشكل مبكر الاسنان اللبنيه دي وظيفتها الاساسيه بالنسبه لنا كدكاتره يعني ان هي بتخليني بتجايد بت بت بتحدد السنه الدائمه اللي بتبقى تحتيها، فاهم؟ فهي لو اتخلعت بدري احنا ممكن نلاقي السنه اللي كانت موجوده اصلا في البقنا ما بقاش فيه حاجه جنبها، فتبدا تتحرك شويه كده، ممكن تقفل يعني ممكن الانحناء اللي بتعمله السنه ده ممكن يقفل المسافه بتاعت السنه اللي بعدها. ده بالنسبه للسنه وبالنسبه للضرس برضه. فطبعا بقى لو خلع اسنان دائمه في سن مبكر دي تعتبر جريمه. دي جريمه، جريمه. طبعا. واعتقد دلوقتي الثقافه بقت معظم الناس مش زي الفتره اللي فاتت، يعني الفتره اللي فاتت في ناس كتير بتعاني في سن ال 30 وال 40 سنه ان هم صغيرين خالص معظم الاسنان اللي بياكلوا عليها فقدت في سن صغير. ده بيبان امتى؟ بيبان بقى لما بيجي لنا بعدها فتره كبيره يبدا في مشاكل بتحصل في عظمه الفك وفي مشاكل في المعده، الاكل ما بيجيش لهم كويس، ومشاكل كبيره جدا. فعشان كده انا بقول الجريمه. هو الموضوع يعني دلوقتي حتى الدكاتره كلنا يعني معظمنا ما كانش كلنا بيرفض رفض تام، طول ما السنه ممكن تبقى ريستورابل ممكن نقدر نعمل فيها يعالجها. حاجه بنحافظ عليها. بنحافظ عليها موجوده على قدر الامكان. طبعا طبعا. وحتى انا لما ذكرت الزراعه ما فيش حاجه افضل من السنه الطبيعيه، وكل ما بنيجي بدري
كل ما الحل بيبقى ابسط والنتيجه بتبقى افضل. احنا مشكلتنا احنا ما بنوصلش طبعا متاخر للدكتور جدا غير لما بنوصل بألم للاخر بألم بالظبط، بألم شديد وخلاص هروح يعني هروح. هروح. هي الفكره دايما احنا لما نظرنا بيضعف شويه او مثلا بيحصل عندنا اي حاجه بنروح لدكتور عيون نشوف النظر كل فتره معينه ونعمل تشيك اب. ليه الموضوع ده ما بيبقاش عندنا في الاسنان؟ يعني ليه المريض بيفضل يوصل عندنا لحد ما يوصل مثلا اصلا في يستنى؟ ناس مهمله في كله. طبعا المريض بيوصل عندنا لمرحله ان هو الاسنان مش بتبقى قابله ان هي تتعالج او قابله ان هي اي حاجه، بيوصل ان هي اوقات الخلق يعني زي ما هنقول بعدين. فهي الفكره كلها ان كل ما بتيجي بدري كل ما حتى ماديا بتصرف اقل والنتيجه بتبقى افضل، السنه بتفضل حيه. صح، انت ما بتطلع حاجه ميته يعتبر، طبعا طبعا مش طبعا بتشفي حاجه طبعا مريضه، طبعا. بيكون اصعب. طب ايه هي اسباب فقدان الاسنان؟ اسباب فقدان الاسنان في بعض الامراض زي ما قلنا السكر بيبقى لو سكر فيه شويه بيأثر، وخاصه لو المريض مهمل. ده تقع لوحديها؟ تقع لوحديها طبعا، اصل هي تقع لوحديها دي يعني عشان تفهمي يعني ايه اصلا السؤال انت ايه الفكره كلها. الاسنان دي ايه اللي ماسك فيها؟ الاسنان دي ماسكه في عظم، تمام، والعظم ده بيبقى حواليه لثه. صح، هي الفكره كلها ايه اللي هيحصل من العظم ده يتاكل؟ زي ما قلنا اخر مره الجير وان المريض مثلا ممكن يبقى مريض سكر، يبقى الاربطه بتاعته ضعيفه جدا، الاربطه نفسها ما تقدرش تشيل السنه مع الجير، في بيبقى عوامل كتير مساعده. تمام، في ان هي السنه تبقى مسوسه، يعني السنه هي عندنا احنا العصب محمي بطبقتين. ايه فكره العصب؟ العصب ده هو اللي بيمد السنه بالغذاء، هو اصلا مسؤول عن الاحساس، فربنا حميه بطبقتين عندنا عشان يعزله عن كل المتغيرات الخارجيه. التسوس بيبدا ياكل في الطبقتين دول، فيبدا اي في تغيير خارجي في بقنا بيبدا يحس بيه. تمام، عشان كده بنقول اول مؤشر ان نعرف ان احنا لازم نيجي نستعيد السنه وان في تسوس لما نحس بالم مع السويتس مع الحاجات الحلوه والحاجات الساقعه، كده مؤشر ان السنه حاسس بيها، معنى كده ان في تسوس، معنى كده ان العصب مش محمي كفايه. طب في ناس ممكن وهي بتاكل فجاه تقول لك سنتي وقعت او الضرس وقع مثلا، ما انا بقول لك هو بيبقى نازل مثلا سليم، هو الحكم بيبقى لحظي، بمعنى ايه؟ هو السنه وقعت، احنا لازم ناخد هيستوري طبعا، احنا الطب مش حاجه هازارد، مش حاجه عشوائيه بندي قرار، لا احنا لازم نعرف ناخد معاه ونقعد هيستوري وهي كان بقالها قد ايه. مفيش حاجه اسمها حتى اكل والسنه تتكسر مره واحده، يعني هي فكره السنه ملخلخه مثلا مش سنه طبيعيه. سليمة. انا بتكلم عن سنه طبيعيه، لا سليمه، لا سليمه صعب جدا، الا لو اكل هو حاجه قويه جدا او لا، هي فكره بيبقى يعني سنين. مرضى السكر ما يوصلش معاهم لدرجه ان هم قاعدين ممكن السنه يوصل تقع معاهم، السنه قبلها بتتحرك بيبقى في مشاكل اصلا، يعني هي مش بتبقى سنه سليمه وماسكه في عظم كويس جدا وثابته ونيجي ناكل عليها، ممكن جزء من السنه يتكسر، ممكن جزء من السنه يتحشي، اما ان هي سنه تتكسر لا صعبه طبعا، صعب بعيد خالص. طب في اسباب مشكله الفراغات الاماميه اللي هي لما بيجي يضحك او يجي يتكلم بيبقى عنده فراغات غريبه جامده، يعني ايه حلها؟ هي دي من اكتر المشاكل اللي بتواجهنا في الحشوات التجميليه عموما، الناس عندهم بيبقى عندهم خاصه الاسنان الاماميه بيبقى فيه فراغات او فراغات ما بين الاسنان عموما. ده بنحله ازاي؟ ده على حسب كل حاله، يعني كل حاله الدكتور المختص هو بيبدا يشوف عندنا في المركز، نشوف يعني احنا هل المسافه كبيره قوي هنحتاج تقويم. في اوقات بيبقى بنشارك عندنا اكتر من دكتور مختص في نفس الحاله، يعني في اوقات ممكن نعمل تقويم وبعدها مثلا نحتاج حشوات تجميليه، في اوقات مثلا في حلول بنلجا للتقويم والتركيبه الثابته، وفي اوقات بنحتاج حشوات بس على حسب وده اللي احنا بنقدمه عندنا الناحيه. الفكره ان اهم من العلاج خطه العلاج، اهم حاجه بعيدا بقى عن المريض اللي بيجي لك الم، لا خلاص في مريض جاي عايز يعمل يبني اسنانه من جديد، يعمل اعاده هيكله لاسنانه، احنا لازم نبدا من الخطوه الاساسيه، لازم نبدا اول حاجه زي ما قلت لك. يعني ده ممكن يحصل ان هو يغير الشكل كله، ان هو يغير ايه؟ ان هو اللي هي الخطوط اللي هي بتبقى باينه في الخطوط، هي مسافات هي انا بقول لك هي المسافات دي بنبدا نقفلها على اساس بقى بنبدا نتجه ان احنا نقفلها ايه، الدكتور المختص هو اللي بيبدا يحدد المواضيع دي كلها، يعني تكون سهلة طريقتها. أكيد طبعا. طب ما هي أسباب الخوف المريض من عيادات الأسنان وهي اللي اتغير مؤخرا لتقليل الرغبة في الخوف ده؟ طب الأسنان زي ما قلت لك كل يوم في جديد، كل يوم في جديد، واحنا حريصين في المركز ان احنا يعني دائما ان احنا بنشوف ايه الجديد وبنبقى نطبقه. تمام. اللي اتغير عموما فكره ان المريض كان بيبقى خايف في الثقافه من فكره الفكره القديمه عن دكتور الاسنان، حتى الفكره اللي كنا بنلاقيها زمان في الافلام والمسلسلات والحاجات اللي هي بيبقى ليها واقع او اخر، يعني او مثلا هو تعرض لمشكله زمان، مشكله راح لدكتور وهو صغير، عشان كده مرحله الاطفال دي اهم مرحله، لازم الطفل يبقى مهيئ كويس جدا، ولازم اول مره يروح لدكتور اسنان ليها بروتوكولز معينه، ولازم المريض يعني نبدا معاه في الاول، ممكن اول جلسه دي نتعرف عليه ونبدا نعرفه على الجو، لو مفيش الم
ممكن المره الجايه نبدا نشرح له اكتر. فهي الفكره اول مره مهمه جدا، فممكن يبقى واخد صدمه وممكن هي الفكره كلها يبقى واخد فكره غلط، يعني واخد فكره عن اللي ما يعرفش التقدم الكبير اللي الصدمة حصل دي في تبقى الاسنان. صعبة. أنا حصلت لي الصدمة دي اكيد طبعا كنت في بشكل او زمان. اخر وبتبدا مأثره، يعني ممكن مثلا حد أيوة يبقى فعلا، عندك 14 15 سنه وممكن توصلي لحاجه و30 وانت عندك نفس الفكره. يعني بيجي لي إن ناس أنا عندها يبقى عندي 40 سنه الخوف من واول ده. مره يروح لدكتور اسنان، ودي في حد ذاتها بعيدا عن هو اصلا قبل ما اكشف عليه دي مشكله، يعني دي مشكله أنت كده بتعمل كل حاجة من أول طبعا. وجديد. عندنا ايه في اتغير عندنا دلوقتي؟ في استخدام الليزر، الليزر والميكروسكوبس. الليزر دلوقتي دخل في كل حاجه في طب الاسنان، يعني دخلت مؤخرا بيقلل من نسبة الألم والحاجات دي. بيقلل من الالم طبعا، بيقلل من الالم وليه اختصاص دخل في كل حاجه، يعني دخل في فكرة حشو ان العصب اصعب بيقتل وجع هو البكتيريا. وجع السنين. نعم الفكرة في ان اصعب وجع في جسمنا كله هو بيكون السنين، اكيد فلما اكيد بروح اكيد واتوجع تاني بيكون هو اصعب حاجة بالنسبة لي. اكيد طبعا فبالنسبة للليزر والحاجات اللي طلعت دي بتفرق بتقلل كتير. بتقلل بتقلل يعني بتستخدم غالبا دلوقتي في كل حاجه، في بعض الجراحات بتستخدم في حشو العصب بتقتل البكتيريا الموجوده في القنوات. عندنا الميكروسكوبس، عندنا فكره الماجنيفيكيشن، وان احنا دلوقتي بقى عندنا ميكروسكوب يتعامل مع ادق التفاصيل، يعني اي مشاكل بتواجهنا حتى في حشو العصب او مشاكل بتحتاج ميكروسكوب، ودخل تقريبا في كل الفروع في طب الاسنان. حاجات كتير زي البنج نفسه، يعني احنا كل حاجه اتغيرت، يعني حتى البنج ما بقاش البنج بقى. مؤلم زي الاول، لا في حاجات كتير بنبدا نعملها، وفي اصلا نوع من انواع البنج بيبقى الالم اقل، وبنبدا نحط جيل وسبريز عموما بتبدا تقلل لنا حتى من استخدام من شكه البنج اللي هي عامله الناس كل الرعب طب حلو الفظيع ده. خالص، ده كده المريض متدلع نخلص اخر الموضوع دلع. على طول. طب ايه هي الحاجات اللي ممكن تقدمها مراكز الفيلا للمريض؟ بتقدم حاجات كتير طبعا، بتقدم هو دكتور محمد عندنا دايما اهتمام بالعلم، ولازم ايه اللي بيحصل بره وايه البيبرز وايه اللي بيطبق بره، وبنبدا نطبقه بشكل فوري. وعلى طول الدكتور محمد في عنده كده بعض الحاجات اللي بنبدا يعني يختار الدكتور اللي يبدا يشتغل معاه، منها ان هو فكره الاختصاص. يعني احنا دلوقتي بنسعى ان الدكتور في العالم كله ما بقاش اختصاص حاجه واحده، لا بقى الدكتور ان هو ممكن لازم يبقى عنده اكتر من تخصص، بحيث يبقى فيه زي فكره الدكتور الشامل، هو ده اللي طب الاسنان بيسعى له بشكل كبير. فكره زي ما قلت لك طبعا الزراعات، الزراعات بتغير فعلا حياه، يعني احنا ان احنا في ناس بيبقى عندهم مشاكل في ان هم ما يقدروش ياكلوا مثلا على جنب، او عندهم مشاكل في الفك نتيجه ان هم بياكلوا على جنب واحد، او في حد مش عارف ياكل. فكره الزراعات بتقدم حل سريع جدا ومؤثر جدا تمام. وفكره بقى زي ما قلت لك السمات التجميليه وكل الكلام ده كل ده موجود في مراكز الفيلا موجود. برضو اخر سؤال كنا سالينه المره اللي عدت ما لحقناش ان احنا ناخد فيه وقتنا، كان عباره عن انواع التركيبات. كان في حاجه اللي هي الهوليود سمايل، ما هي وكان في حاجه انت برضو ذكرتها شبهها كده واللي هي متحركه. ما انا بقول لك هو ان احنا نستعيد او التركيبات التجميليه في حاجه كتير. قلت لك فكره الدنتال سمايل ديزاين ان هو ازاي ان احنا نقدر نعمل الابتسامه المثاليه ونوري للمريض شكلها، وبنبدا يبقى عارف هو مجدم على ايه. قلنا في عدسات اللاصقه من اخر مره اللي هي العدسات اللاصقة. قلنا العدسات اللاصقه اللي هي الفينيرز دي دي ممكن يكون لها اضرار بعد كده ولا لا بتبقى لا هي الفكره ان هي بتبقى تجميليه، هي بنبرد جزء صغير من السنه وبنبدا نلزق طبقه رقيقه كده على السنه في بتدي ناس شكل تقول لا جميل. انا خايفة لحسن تضرني بعد كده، لا 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 ما فيش منها ضرر. ما لهاش ضرر، يعني بصي كل حاجه طول ما هي اتعملت صح يعني وفقا اكاديميك وفقا للكتاب قال ايه اكيد طبعا اكيد طبعا مش مضره، يعني لو مضره ما كناش عملناها. هو احنا بنختار الحاجة التجميلي دي على حسب ما احنا عايزين ولا على حسب ما الدكتور شايف ايه اللي ينفع معايا بصي هو المريض في انواع التركيب الاسنان او التجميل عموما؟ عموما واجبي كدكتور اسنان هو ان انا اعرض لك الخطه شامله، ان انا اقدر اقول لك احنا حالتك كذا واحنا محتاجين كذا 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 وموجود كذا واحد اثنين ثلاثه، واحنا عندنا الخطط عندنا حاجه اسمها ايديال بلان وحاجه اسمها اوبتيمم بلان. يعني ايه؟ احنا عندنا في خطه ممكن المريض يقدر الخطه الافضل زي ما قلت لك مثلا في سنه مفقوده الافضل ايه؟ الافضل الزراعه تمام؟ في حاجات ده الافضل حاجه، في طب حاجات يعني لو عندنا السنان حلو ما فيهاش حاجه، ايه افضل حاجه ممكن تكون ليا في اسنانك التجميل؟ حلوه ما فيهاش حاجه؟ لا يعني لو هي كويسه كويسه وما فيهاش اي حاجه؟ ايه اللي المفروض حلو ليا ما يديني نعملش شكل حاجه تجميلي؟ هي حلوه ما فيهاش حاجه انا قصدي يعني يديني كويسه؟ شكل تجميلي
اللي هي تفضل. البياض الشاسع اللي احنا بنبقى شايفينه ده. البياض، بص، في عندنا حاجه اسمها بليتشنج. ما هو فكره البياض الشاسع، احنا اسناننا اصلا في ناس سنانها ما تحس فيش انها حد كده، بتنور. ما فيش حد كده ما فيش حد كده، يعني اه احنا اسناننا كلها ابيض مصفر، يعني هو ربنا خلينا ابيض مصفر. بالظبط. مهما كانت وصلت البياض مش هيقدر يوصل للمرحله اللي احنا بنشوفها مثلا لو في التلفزيون او لما حد بيضحك. الاسنان البيضه دي زي ما بقول لك، في جزء منها بيبقى لامينت، اللي هو اللي قلت لك عليه، اللي هو عدسات اللاصقه. اه دي بتبقى متركبه بشكل معين، دي بتدي الشكل ده. وفي حاجه اسمها بليتشنج، اللي هو التبييض، وده برضو بيستخدم فيه الليزر زي ما قلت لك، استخدامات الليزر. التبييض. ده بيبدا يدي السنه طبقه زياده على حسب بقى المريض هو حابب بيختار ايه. بنعرض عليه برضو الوان كتير ودرجات كتير الاسنان هو حابه تبقى يبقى شكلها عامل ازاي. أدوات التجميل عموما دي ممكن تحصل من سن قد ايه؟ الحشوات التجميليه اه هي الفكره عموما، دايما احنا عندنا حاجه اسمها ميكس دنتيشن، اللي هو الاسنان اللبنيه تبقى طالعه والاسنان الدائمه. احنا دايما بنستنى لما الفك يقدر يوصل لحجم معين والاسنان كلها الاماميه الدائمه تطلع، نبدا وقتها نشوف لما الاسنان تثبت. يعني الفكره كلها انا هعمل تدخل ليه؟ انا هعمل تدخل وهي الاسنان لسه في اسنان هتطلع، ولسه في تغيير في الفك، وفي تغيير في اماكن الاسنان. فانا ما بعملش اي حاجه لما اسنان يعني عند مثلا 14 15 سنه غالبا، يعني حسب برضو دكتور اه التقويم. يعني هو الحوار برضو ان الافريج حتى بتاع ان الاسنان تطلع امتى، مش بيبقى مثلا 9 سنين، لا المفروض يطلع كذا مكان كذا، لا هو الحوار بيبقى نسبي لحد ما. فدكتور التقويم هو اللي عندنا يقدر يقول احنا لا، احنا ممكن نصبر سنتين شويه، احنا ممكن تيجي بدري شويه، احنا ممكن لازم نشتغل دلوقتي. بس اكيد كل ما بتيجي بدري كل الحوار بيبقى افضل، يعني في التقويم وفي اي حاجه، اه وفي اي حاجه احنا الاهمال دايما الحاجه اللي كانت هتكلفنا مثلا سي اكس عشان نعالجها، الاهمال والوقت وكده ممكن تبقى اضعاف 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 المبلغ اللي احنا كنا ندفعه، مش نفس النتيجه. هتكلفني اكتر وقت طبعا واكتر طبعا مبلغ. طبعا وبكده نبقى وصلنا لنهاية حلقتنا، دايما الوقت بيعدي بينا يا اكيد دكتور. طبعا. نحب نشكر دكتور محمد حسن اللي اضاف لينا وليكم كم من المعلومات القيمة، ونحب نشكر مشاهدينا ومتابعينا في كل مكان، وانتظرونا في حلقة جديدة من برنامجكم عالم مارينا الأسبوع القادم. وشكرا لكم، بنشكر الدكتور محمد شكرا لك حسن. يا مريم. شكرا.